اجي السلام عليكم شين توان كان صوان تشمر بعدين تشكر تشال الزوج تمر كانت زينه يعني واخس مشان شين غاضه ديه مضرين يعني المقبره نغلي سجدون نغلي سجديت نغ عزوازي جيت نغلي الله حسن والله غير نشين عاود مرمي الكامسي مرمي كيس نفاق 10 واستي جد 2 ساعين مثلا ساعين ونص يدو ساعة لومبيلو الشغل عش عمص وازي غير المغرب قاعد واخا بالنسبة حرام لنا دور سيتي وشي قبري بلومبيلو سي ما يقول معايا ميت كاع مسي نكاج ستار وان تشامب تعاود المقدم شخصي في مسي في مسي في بضاعة 10 لومبيلونس وات تو سيرا 12 ونص راه ميدو سين بدا ما عندها دير انا شخصي في مسي بدا تكسن كاميرا فارش نحرم دكا المخزن والو قاش غاي بعد رني دمار نشد يا عمو ستار وان تشا قاش غنسخفي قاش ندكا قاش نعمل صوالح نزرع امي تو سابولونسي انا ما عندي شخصي مسي اللي بان فارش جاني مزيان ما ندكا ما ندكا القانون ما ندكا السابيس ما ندكا وينات ولا رينكا بدينا تبرنا نش ما جوا مان ما يجا اسدنا وي عاد مان اسدنا وي تفات اسدنا وي فياسون اون قال مي فين والو ندينا عباك شنو اذا السيده ذي مسي يوم انا تقولش مش نسدور الحاله لا نسدور الحاله لا صاحبي ما دين كان شي ايوا اش من دوم ماني قشحر من مارخين دار وانت شاشي غدا تعاود نقدم في سبيل الله واش من دوم ماني الله غير نعم سيدي عندي بالعربيه انا كنعرف العربيه نهضر لك العربيه حنا كلشي واحد بحال الامازيغ بحال العربي كيف انا عندي صيانه المقبره وعندي صيانه الاضرحه المتواجده داخل المقبره بالرخص ديالي بالشواهد ديالي بالجدود ديالي 30 عام وانا هنايا في المقبره صيانه المقبره ما كانش اللي عاوننا ما كانش اللي ساعدنا لا السلطه ولا الجمعيات ولا الشعب ولا والو غير يدفنوا بنادم يتمروه يردوا عليه التراب الله يعاون وينساو شكون اللي كيبقى حاصل انا كندير في سبيل الله الخدمه ديالي 30 سنه ونموت في هذه الخدمه هذه كنقي على ما قديت ما نقدرش نزيد اكثر من الجهد ديالي ها فين وصلت البلاصه اللي نقيت نعم سيدي البلاصه اللي نقيت شوف واش تحرقت شوفوا بعينيكم لان من القيامه فيها بو العشب العشب اللي غادي نشد فيه العافيه اما البلايص اللي مهمولين بدات العافيه من الزاويه من فوق من الجبل وهودت معاه شكون يوقفها وشوف شحال ديال المده شي ثلاثه د السوايع دابا وحنا كنستناو وما كاين والو ما كاينش لا بومبيه لا بومبيه لا الماء وهذو كان ماشينا انا وجمعت شويه ديال الناس المحسنين اللي فيهم شويه ديال الخير لو كان ما نعرفاش غادي دير كاع وفي غادي تخرج كاع حتى من المقبره وتشد في الدنيا كاع وهادشي هادشي راه كتشوفوا فيهم كلشي وماشي خطره ولا جوج وحنا كنمشيو كنقول لهم اودي الله يهديكم اعتنيوا شويه بهذه المقبره راه هذه المقبره عندها تاريخ كبير ديال الجدود ديالنا وهذه الارض هذه وهبها جدي سيدي احمد بن عبد السلام هذا الولي الصالح وبقات في يد جدي الثاني الحاج محمد المقدم هذه عند هذه الارض هذه عندها 600 سنه اللي عندها 6 قرون و47 سنه منين تاسست هذه الارض هذا جاء جدي الاول من شرفاء الأدارسة جاء من مكناس واستوطن هذه الأرض هذه وبقينا عايشين هنايا ومن بعد كنا كنخدموها فلاحة جات واحد الوقت جدي مسكين وهبها في سبيل الله هذه ما كتسال فيها حكومة ولا هذه أرض جدية هذه المقبرة كاملة وفيها 4 هكتارين ونص اللي فيها في المساحة ديالها وهبها جدي الأول وباقي شي حاجه كان كيحرثها عاود جدي دابا انتهى الحاجه شنو المطلوب؟ المطلوب ديالي باش تقوم السلطه وتعطي واحد النظره يعني دير الخير في هذه المقبره هذه واحد المساعده باش يوقفوا معنا نقيو شويه وغادي تكون الدعوه ان شاء الله مزيانه بخير والله يدير التوفيق.